كتير طبعا، مباراة الأهلي والزمالك تبقى بين خلاص، وفي نفس الوقت ثلاث نقاط بيساعدوك بشكل كبير جدا للوصول للهدف بتاعك. بتبقى خطوة طبعا، لسه طبعا الدوري طويل جدا ولسه الدوري الثاني كله، لكن بتبقى خطوة مهمة جدا. ويمكن مباراة النهاردة ليها ظروفها الخاصة، يعني تمني إن في سواجب بتبقى موجودة في مباراة الأهلي والزمالك على أساس إن هي ديربي، بتبقى بطولة طبعا خاصة، ثلاث نقاط بيساعدوا الفريق بشكل كبير جدا، وبالذات لو كان يعني في منافسة زينا زي ما احنا الوضع اللي احنا فيه، أكيد الثلاث نقاط مهمين. لكن كان في برضه ظروف خاصة في الدوران النهاردة، أكيد طبعا التغييرات اللي حصلت في نادي الزمالك، وعشان كده يمكن مباراة النهاردة كانت من المباريات اللي بالنسبة لي يعني أول مباراة خد الزمالك قدام الزمالك، في التغييرات اللي حصلت إن المدرب اتغير، يعني كل مباراة نحطها قبل كده كان في استقرار شوية، لأن المدرب بيبقى موجود لفترة. أكيد مباراة النهاردة كان ليها ظروفها الخاصة، وعشان كده كان في حساباتي كلها كمان أنا عارف الحسابات النفسية اللي موجودة عند فرقة الزمالك طبعاً، والضغط اللي هو موجود فيه، ومحاولة إن هو يقدر يستخدم المباراة ويستغل المباراة النهاردة. كنت متأكد إن نادي الزمالك النهاردة طبعاً الحماس اللي موجود عنده طبعاً النهاردة هيبقى في الدفاع شوية، ويمكن أنت بتشوف شكل المباراة تقول إن الزمالك بس الكورة، لكن في الدفاع طبعاً فرقة الزمالك نتيجة العوامل اللي هي قبل المباراة اللي أنا كنت متأكد اللي هتخلي فرقة الزمالك برضه يبقى مندفعة. ده اللي حصل، ونقدر نستخدم برضه الكلام ده ويصالحنا، بجانب ان يبقى فيه توفيق. ما قلتش كده طبعا عشان انا كسبت ثلاثه دلوقتي، لكن فعلا كان لينا حسابات قبل المباراه شويه، وده اللي كان يتقال من اللعيبه. الحمد لله طبعا كان فيه توفيق النهارده في حساباتنا وفي اداء اللعيبه، وفي النتيجه وفي الحصول على ثلاث نقاط، فبقول الحمد لله وبشكر اللعيبه.